يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة حلقة مهمة قبل مباراة اليوم ما بين الأهلي والإسماعيلي، مباراة أكيد ليها أهداف كتير جدا بالنسبة للنادي الأهلي، بالنسبة كمان للجهاز الفني واللاعبين، وخصوصا أن خلاص الموسم على وشك الانتهاء بشكل رسمي، فتعتبر مباراة في إطار التحضيرات للموسم الجديد بإذن الله الأهلي يكون موفق. واكيد هيكون عندنا كواليس كتير جدا جدا هنتكلم فيها عن ما قبل هذا اللقاء. ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيه ويقدر ان هو يفوز على فريق مميز زي فريق الاسماعيلي، حتى لو كان بيعاني من بعض الظروف الصعبه مع بدايه الموسم ده، لكن ابتدى يستفيق والنتائج ابتدت تبقى احسن، وخصوصا كمان ان الاهلي بيلعب بعناصر شابه كتير جدا طبقا للقائمه اللي تم الاعلان عنها يعني. طيب كمان بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة اللي أكيد هنتطرق فيها لبعض الأخبار العالمية والمحلية، وأكيد كل جديد يخص بنادينا الحبيب النادي الأهلي. فتوقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي النهاردة، ومين كمان ممكن يجيب الأهداف؟ هناخد تفاعلكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، وهنعرض كل الآراء مع الجزء الأخير من حلقات الترند كما هو المعتاد. البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الأهلي في مواجهة قوية أمام الإسماعيلي. وفي الترند المحلي، ودية محتملة بين مصر وجنوب أفريقيا. أما في الترند العالمي، صلاح أتمنى الفوز بالدوري الإنجليزي بدلا من دوري الأبطال. طيب ماتشات النهارده في مختلف الدوريات العالميه، نبتدي بالدوري بتاعنا. النهارده مباراه وحيده، هي مباراه مؤجله للنادي الاهلي واخر مؤجلات الفريق هذا الموسم، مباراه مؤجله من الاسبوع 18 الساعه 9 ما بين الاهلي والاسماعيلي، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها. اما بخصوص الدوري الانجليزي بقى، وتعالى شويه كده عند الدوري الانجليزي عشان اللي بيحصل ده يا جماعه كتير قوي بصراحه، لكل عشاق الفانتزي والناس اللي راحت جابت كلوبالي والناس اللي عندها جيمس والناس اللي عندها مندي، انا عندي 2 من 3. فليدز يونايتد قدر ان هو يفوز على تشيلسي في مفاجاه، بعتبرها مفاجاه لان تشيلسي لا يعني صعب انه يخسر 3-0 من ليدز، حتى لو كل شيء في الدوري الانجليزي وارد، لكن 3-0 وكمان كلوبالي اطرد، واعتقد احمد عبد القادر زميلنا كده الامور بالنسبه له صعبه قوي بالنيجاتيف على طول كده في الفانتزي يعني، فبالتالي نتيجه كبيره قوي. وبدايه ممكن ما تكونش هي افضل حاجه بالنسبه لتشيلسي، بس انا واثق ان تشيلسي السنه دي هينافس على بطوله الدوري حتى بعد المباراه دي بالتحديد يعني. في المقابل ويست هام اللي يعني انطلاقته في بطوله الدوري عكس تماما الموسم الماضي، الموسم الماضي كان ماشي بشكل كويس جدا في اول 6-7 اسابيع، وكان في بعض الاحيان بيتصدر بشكل مؤقت. النهارده خسر من برايتون اللي بصراحه بايدين بدايه اكثر من رائعه، 2-0 ليه برايتون على حساب ويست هام. مباراه الساعه 5:30 ما بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي، مباراه ايضا مهمه لمانشستر سيتي بيحاول ان هو يوصل للصداره عشان يتساوى في عدد النقاط مع ارسنال اللي ما شاء الله عليهم لاول مره من 18 سنه يحققوا اول 3 انتصارات او اول 3 مباريات يحققوا انتصارات متتاليه، فدي حاجه كبيره جدا لارتيتا والمجموعه اللي موجوده معاه. ده بخصوص الدوري الانجليزي، بخلاف طبعا مباراه بكره هي قمه الجوله حتى لو فرقتين مش في افضل حالاتهم ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد. مباريات الدوري الاسباني النهارده، اتلتيك بلباو مع فالنسيا الساعه 5:30، اتلتيكو مدريد مع فيا ريال الساعه 7:30، وريال سوسيداد مع برشلونه الساعه 10. برشلونه بيحاول في الجوله الثانيه ان هو يعني يبتدي انتصاراته بعد ما تعادل في الجوله الاولى على ملعبه. مباريات اليوم كمان في الدوري الايطالي، امبولي مع فيورنتينا، دي مباراه الساعه 6:30 في نفس التوقيت، نابولي مع مونزا، واتلانتا مع ميلان الساعه 9:15، وبولونيا مع هيلاس فيرونا في نفس التوقيت. فبالتالي دي اهم وابرز المباريات النهارده في مختلف الدوريات العالميه، وخلاف طبعا المباراه الوحيده في الدوري المصري اهلي واسماعيلي. بعد الفاصل عندنا كلام كتير وكواليس بتخص فرقة النادي الأهلي في مدينة برج العرب قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة، فنروح لفاصل الأول وبعد كده نرجع نكمل. استنونا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. مباراة من ضمن المباريات اللي بيختم بها النادي الأهلي الموسم ده اللي ما كانش موفق في الفريق بخصوص الفوز ببطولة الدوري، هي مباراة الإسماعيلي النهاردة، وبخلاف يعني طبعا كل الظروف اللي احنا عارفينها سواء تتعلق بالفرقة نفسها أو حتى بتتعلق ب
الإصابات، الغيابات، يعني العوامل كتير اللي أثرت بشكل أو بآخر على النادي الأهلي في هذا الموسم. لكن في كل الأحوال دايما أنت بتحاول تخلق لنفسك دوافع، دايما بتحاول أن أنت تطلع ببعض المكاسب من خلال هذه المرحلة. وأنا بشوف أن الأهلي بالتحديد خلال المرحلة دي قدر أن هو يخرج ببعض من المكاسب، خصوصا بعد قرار مجلس الإدارة مع سواريش المدير الفني للفريق بالدفع بالعناصر الشابة، واللي قدرنا من خلالها نستكشف عدد من النجوم، أو بالتحديد يعني الجهاز الفني قدر يستكشف عناصر مهمة جدا، من الوارد قوي قوي أن هي تكون إضافة للفرقة خلال الموسم الجديد بالتحديد. لما تيجي تتكلم على محمد أشرف أحد أبرز العناصر في وجهة نظري، تيجي تتكلم على ميدو نبيل برضو كويس، زياد طارق ممكن يكون عندهم بعض النواقص هما الاثنين تحديدا في الجانب الجسماني أو القوة البدنية بالتحديد، بس تيجي أو يجي منهم بخلاف أحمد سيد غريب، يعني عشان ما ننساش حد، في مكاسب من المرحلة بإذن الله يعني، وإن شاء الله يكون خلال الفترة اللي جاية يتم البناء على المكاسب دي مع الإضافات الجديدة المؤكدة، إضافات مؤكدة بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، وأخبار هتكون سعيدة بالنسبة للجمهور، بخلاف عودة اللاعبين اللي خدوا قسط من الراحة عشان يقدروا يجهزوا للموسم الجديد، وبخلاف عودة المصابين. فبإذن الله واحد أحد الأهلي هيكون عنده توليفة مميزة، توليفة هتبسطك الموسم الجديد، قايمة إن شاء الله إن شاء الله ترد على الكل، تقدر من خلالها إن أنت يعني إيه بقى، لا يا جماعة أنتوا كده اتكلمتوا كتير قوي بقى، إحنا دورنا دلوقتي وقتنا، إحنا لما بنمشي كويس جدا وبناخد بطولات كتير جدا بنيجي شوية كده نريح، بس بعد ما بنريح يعني هنرجع ناخد كل حاجة بإذن الله تعالى يعني. وانا عندي ثقه كبيره جدا في اللاعبين واكيد في مسؤولي النادي الاهلي، ده امر مؤكد، فان شاء الله يكونوا موفقين خلال المرحله دي. مباراه الاسماعيلي طبعا في كل الاحوال هي مباراه جماهيريه، فريق الاسماعيلي فريق كبير عنده جماهيريه كبيره، مر بظروف صعبه الموسم ده، لكن في نفس الوقت دايما ماتشات اهلي واسماعيلي تبقى ماتشات قويه جدا جدا، وما تقدرش تتوقع نتيجتها بالتحديد في المرحله دي يعني. الاسماعيلي ما كانش في افضل حالاته، دلوقتي النتائج اتحسنت مع الكابتن حمزه الجمل، الاهلي مش في افضل حالاته حاليا، لكن مفيش حاجه مضمونه في كره القدم، فالرجاء اللي احنا بنرجوه من لاعبي النادي الاهلي الحاليين ان هم يحاولوا بكل قوه انه يستغلوا الفرصه، انتوا عندكم فرصه من ذهب، انتوا بتلعبوا دوري ممتاز، جمهور كتير جدا بيتابع سواء من خلال المدرجات او من خلال شاشات التلفزيون، الكل مركز، الكل بيشوف مين ينفع مع الاهلي السنه الجايه ومين ما ينفعش او ممكن ينفع بعد كده، لكن مش في اقرب مده، في فرصه مميزه جدا فحاول تستغلها بمنتهى القوه، حاول تثبت انك ينفع تكمل مع الاهلي الموسم اللي جاي، لان خلينا برضو نتفق ان المرحله دي هي مرحله تقييم بمنتهى الصراحه يعني. الناس في النادي بيقيموا الوضع، مين يكمل، مين يطلع عارة، مين يتم بيعه، كل الحاجات دي بيتم تقييمها خلال الفترة دي لحد ما ينتهي الموسم أو لحد ما ينتهي بطولة الدوري يعني يوم 30/8 على ما أعتقد يعني. فكلها أمور مهمة يعني بإذن الله تعالى. خليني أفكركم بقائمة الأهلي لمباراة اليوم أمام الإسماعيلي. اختار سواريش في حراسة المرمى زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء. في خط الدفاع محمد عبد المنعم، محمود متولي، كريم فؤاد، محمد اشرف، محمد نصير، محمد احمد شرقيه. في خط الدفاع او في خط الوسط عفوا، احمد عبد القادر، محمد محمود، ميدو نبيل، محمد فخري، احمد عبد النبي، رأفت خليل اللي بالمناسبه ممكن ياخد النهارده بعض الدقائق، زياد طارق، لويس ميكيسوني، ومحمد حمدي. وفي خط الهجوم حسام حسن واحمد سيد غريب وعلي عمرو. بالمناسبه علي عمرو ده مهاجم كويس جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مهاجم كويس جدا لو خد فرصه ممكن يلفت الانظار بشكل كبير يعني. فدي قائمة الفريق لمباراة النهاردة بإذن الله. طيب في المقابل تم تعيين حكام المباراة بشكل رسمي وتم الإعلان امبارح بالليل. فالحكام اللي هيديروا المباراة دي زي ما حضراتكم برضو شايفين كده على الشاشة، محمد الحنفي حكم ساحة، أحمد حسام حكم مساعد، يوسف البساطي مساعد تاني، وأحمد حمدي حكم رابع، وعمرو الشناوي حكم فيديو، ومصطفى عطية حكم فيديو مساعد. ان شاء الله نتمنى لهم برضو ان هم يقدموا مباراه كبيره بشكل مميز، وخصوصا ان زي ما سمعت يعني كده ان الراجل كلاتنبرج في اجتماعاته مع الحكام المصريين قال لهم يا جماعه انا ما عنديش تسامح، اللي بيغلط لازم هيتحاسب، لازم هيتعاقب،
وخصوصا ان هو راجل جديد لسه جاي، فكل الحكام نازلين مركزين قوي قوي في الملعب، ونازلين عايزين يثبتوا ان هم حكام كبار وان هم عندهم امكانيات كويسه وكلام من ده. هو ده اللي كان مطلوب بصراحه الفتره اللي فاتت. لا كان في تسامح يعني مبالغ فيه، بل بالعكس كمان هو اصلا ما كانش فيه اعتراف بالاخطاء، فكان الاداء سيء للغايه بالنسبه لحكامنا المصريين. لكن مع التغيرات اللي حصلت في اللجنه، في اعتقادي الشخصي مش بقول لك ان احنا هنلمس تطور سريع، لكن هيكون في تطور. المهم النتيجه في الاخر ان يكون في تطور في اداء حكامنا الفني في مختلف المباريات. حتى لو في اخطاء، مثلا يعني ماتش المقاولين كان في هدف من تسلل واضح جدا، ماتش المقاولين مقصة الاخير، وتم احتسابه رغم اللجوء للفار وكلام من ده، تم احتسابه برضه. فالله يكون في عون الراجل كلاتنبرج، يعني الله يكون في عونه، عنده شغل كتير ومجهود كبير جدا هيقوم بيه خلال الفتره اللي جايه. فحكامنا ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال المرحله الحاليه والمقبله باذن الله، والامور تمشي بالشكل الايجابي. طيب ممكن ناس دلوقتي تكلمك تقول لك ايه بقى، طب لو الاهلي خسر النهارده احنا الوضع ايه، او لو الاهلي يتعادل النهارده. وبالمناسبه كل شيء وارد، خصوصا في ظل الظروف الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي، عشان يا جماعه نبقى احنا ايه عارفين. طبعا ان شاء الله الاهلي يكسب، طبعا احنا واثقين جدا في فرقتنا، واثقين جدا في اللعيبه اللي موجوده وكل الكلام من ده، ما فيش اي اختلاف على الجزئيه دي. لكن لازم نكون متفهمين بشكل كويس قوي ان حتى لو الاهلي اتعثر النهارده على غرار ما حدث خلال الفتره اللي فاتت، فاحنا عارفين ان دي مرحله استثنائيه بالنسبه للنادي الاهلي. من خلالها بتحاول زي ما اتكلمت معاكم تشوف ايه اللي هينفع معاك الموسم اللي جاي، هتكمل ازاي، الدنيا تمشي معاك ازاي، تدعيماتك هتكون فين، في انهي مراكز، طبقا للموجودين، طبقا لاحتياجاتك، طبقا لقرار الجهاز الفني، كل الكلام من ده. فاحنا متفهمين المرحله دي، بس اللي الواحد واثق فيه هو جمهور النادي الاهلي، ان هم اكيد هيفضلوا ورا الفرقه بشكل كبير، لان هم اللي هيقوموا الاهلي تاني، هم اللي هيرجعوا الفرقه للطريق والمسار الصحيح تاني. وده اللي احنا متعودين عليه على مدار التاريخ، دايما دور جمهور الاهلي دور مؤثر للغايه. بيعجبني قوي خلال الماتشات اللي فاتت اللي بيحضر فيها جماهير النادي الاهلي، بيشجعوا اللعيبه، بيشجعوا الشباب بشكل كبير، بيحاولوا يدوهم الثقه، لان عارفين ان اكيد عليهم ضغوط كبيره جدا، واكيد الموقف صعب بالنسبه لهم، ان انت تبقى عايز تلعب تثبت نفسك، فتبقى عايز تعمل كل حاجه في الكوره، وارد توفق ووارد انك ما تبقاش موفق، وبالتالي كمان انت بتحاول ان انت بشكل او باخر تثبت وجودك. فكل الامور دي في اذهان اللعيبه اللي بتلعب، بيفكروا في كل الحاجات دي. فاللي بيشيل العبء ده عنهم هو جمهور النادي الاهلي، فدور جمهور الاهلي ملحوظ وملموس جدا، ومش حاجه جديده خالص خالص على جمهور النادي الاهلي. فخلينا متفهمين طبيعه المرحله، خلينا متفهمين الاهداف من المرحله الحاليه، نبقى عارفين كويس جدا ايه الاهداف، نبقى عارفين كويس جدا. طبعا بنزعل لو الاهلي تعادل او خسر، بنزعل، هو جمهور الاهلي كده، احنا كده، احنا ما بنقدرش نستحمل موضوع التعادل والخساره وكلام من ده، حاجه صعبه شويه علينا، مش متعودين عليها يعني. او حتى لما بتحصل، رغم ان هي وارده في كره القدم طبعا طبعا، ودي رياضه وتنافس وكل الكلام من ده، وارد تلاقي فرق قويه، وارد تلاقي فرق تقدر تكسبك، وفي مفاجات بتحصل ابرزها النهارده مثلا ليدز قطعت تشيلسي 3-0، عادي بتحصل. لكن في نفس الوقت ما بناخدش فتره كبيره في الكلام ده، ما بنقدرش ناخد فتره كبيره. المؤكد تاني وهعيد وازيد في الجزئيه دي، الاهلي كبواته على مدار التاريخ ما بتطولش، او المراحل اللي شبه كده ما بتطولش، على طول ان شاء الله تبقى عارف اخطائك، تصحح، ترجع افضل من الاول. وده اللي هيحصل، لازم جمهور الاهلي يكونوا متاكدين من كده بشكل كبير، بس هيحصل بيهم هم قبل اي حد تاني. طبعا في مسؤولين مميزين في النادي، في ناس تشتغل على كل الملفات، في ناس عارفه المطلوب ايه، عارفه الخطوات اللي تتاخد ايه، الخطوات الصحيحه اللي تكون في اطار يعني عودة الفريق للطريق الصحيح. كل الكلام ده أكيد ابتدى الشغل عليه من بدري كمان، مش من دلوقتي، وإحنا اتكلمنا في حلقات كتير جدا على الجزئية دي. فنأمل إن هم بإذن الله يكونوا موفقين في قراراتهم، نأمل إن لاعبتنا يكونوا كمان موفقين في أدائهم، نأمل إن دعم ومساندة جماهير النادي الأهلي تستمر، وأنا متأكد من كده هتفضل مستمر دعم الجماهير ودعم كل من يعشق هذا الكيان للنادي، أيا كان مين اللي موجود، هو دعم للكيان. فدي كلها أمور مهمة ما فيش أي اختلاف عليها خالص. إن شاء الله الأمور تبقى أفضل خلال الفترة اللي جاية، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يعمل مباراة كبيرة النهاردة. لسه عندنا كلام كتير جدا عن المباراة دي وكواليس أكتر، بس خلينا نروح لفاصل الأول، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.
طيب يعني اللقطه دي لقطه مهمه جدا، وانا عايز احيي فيها في الحقيقه زملائنا اللي هناك موجودين في اسكندريه واللي عرفوا ان هم ياخدوها لعم حارس محمد سيد غريب. عارفين انتوا نشيد الاهلي يقول لك من جدودك اكتسبنا مجدنا وبشبابك احتفظنا باسمنا، فهو ده يعني صوره بتعكس النشيد ده. واحد من الناس اللي جمهور الاهلي بيقدرهم جدا اللي هو عم حارس، اللي على مدار سنوات كتير جدا ليه تاريخ داخل النادي الاهلي وبطولات كتير جدا فاز بيها مع النادي الاهلي، بيحاول ينقل الثقافه للاعب شاب هو اكيد متربي في الاهلي اللي هو احمد سيد غريب، ولاعب واعد جدا وبيشاور له على اللوجو بتاع الاهلي بيقول له الاهلي دايما رقم واحد. فدي حاجه مهمه جدا. ولو تفتكروا برضو عم حارس دايما ليه مقوله بيقولها كده، الاهلي لو وقع ليه 1000 قومه يعني، فالاهلي اكيد ليه 1000 قومه باذن الله يعني. او الاهلي ما وقعش، الاهلي بيمر بكبوه بسيطه جدا او دروب يعني، واكيد هيرجع افضل من الاول. فبحيي زملائي الاعزاء هناك في اسكندريه اللي قدروا ان هم ياخدوا اللقطه المميزه دي بكل تاكيد. لسه عندنا كواليس كتير جدا ومعسكر الاهلي قبل ماتش النهارده وتفاصيل مهمه، لكن خليني سريعا اروح لزميلي العزيز كريم احمد مراسل القناه الاهلي من مدينه برج العرب عشان نطمن من خلاله على كل الجديد اللي بيخص النادي الاهلي قبل ساعات قليله من انطلاق مباراه اليوم. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك الزميل العزيز امير هشام، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا على الفرقه وخصوصا ان الناس كلها يعني المرحله الحاليه في متابعه كبيره جدا، الناس كلها بتحاول تقايم الوضع، الناس كلها بتحاول تتنبأ بمستقبل النادي الاهلي. الوضع عندك ايه يا كريم والكواليس الاخيره اللي بتخص الفريق؟ يعني في البدايه يا امير طبعا انا هبدا معاك الحقيقه باللقطه اللي انت اتكلمت عليها مع عم حارس. طبعا واحد من رموز النادي الاهلي، زي ما بناكد على رموز النادي الاهلي في قيادات النادي الاهلي ومجلس ادارته، لا عم حارس قيمته كبيره جدا، وزي ما بنقول ان لعيب النادي الاهلي الكبار ليها دور مع هؤلاء الشباب، لا اقول لك كمان عم حارس ليه دور كبير جدا، لان هو حاسس وعايش وعارف المشهد وشايف المشهد عامل ازاي وشايف الامور كلها عامله ازاي، فبيحاول ينقل جزء بسيط جدا ولو كلمات بسيطه لكن مردودها بيبقى كبير جدا الحقيقه على شباب النادي الاهلي. برغم التركيز الكبير وان لعيبه النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي في مسؤوليه كبيره جدا وهم عارفين هذا الامر، لكن لما بنشوف لفته طيبه جدا ومشهد مميز جدا زي عم حارس بتدينا طمانينه وبتطمن جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، الواعي المساند الداعم اللي ليه كلام كبير، سر عظمه جمهور النادي الاهلي في وقوفه جنب النادي الاهلي وحفاظه على رموز النادي الاهلي والحفاظ على الكيان، ده امر مهم جدا لان احنا رهاننا الكبير على الجمهور، وعيه الكبير ده بيطمننا بشكل كبير جدا، مساندته ومؤازرته على السوشيال ميديا سواء في مدرجات في الهتافات ده امر بيطمن بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي، لان احنا كمان محتاجين الجمهور في القادم، القادم هو اللي اصعب، ويمكن دي كلمات الكابتن محمود الخطيب الحقيقه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، القادم هو اللي احنا مستنيينه، خلاص احنا بنحقق عايزين اللي جاي ان شاء الله، فدور الجمهور مهم جدا 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 الفتره أكيد القادمه مع فريق النادي الاهلي زي ما دورهم الكبير الحقيقه والمعهود خلال المرحله الماضيه. كالعاده طبعا يا امير هي مرحله مهمه جدا، ويمكن نقدر نقول ما تبقى من مباريات في بطوله الدوري العام، وهي مرحله استكشاف، مرحله تقييم، مرحله ظهور لعدد كبير جدا من شباب النادي الاهلي. الاجابات كبيره الحقيقه يا امير، يمكن الناس بتحاول ان هي تقلل شويه من الاجابات في هذه الفتره، لا في اجابات كثيره طبعاً جدا طبعاً جدا في صفوف فريق النادي الاهلي. يعني لو بتكلم معاك سريعا يا امير، يعني الاجابات محمد اشرف، الاجابات علي لطفي، الاجابات محمد محمود وظهوره المميز جدا، محمود متولي، زياد طارق، احمد سيد غريب، عدد كبير جدا من الاجابات، كلين شيت لعلي لطفي وحراسه المرمى، فامور كثيره جدا بنحيي عليها طبعا كل اللاعبين في هذا التوقيت الصعب جدا على فريق النادي الاهلي. لكن كالعاده النهارده شباب النادي الاهلي في مواجهه مهمه جدا امام فريق الاسماعيلي، يمكن المباراه الاولى نتذكرها انتهت بنتيجه 4-0، لكن الامور المره دي مختلفه بشكل كبير جدا. وايضا كمان يمكن نادي الاسماعيلي شفناه هزيمه كبيره جدا المباراه الاخيره، لكن هتشوف مشهد ثاني وهتشوف شراسة وقوة والتحامات، وده المعتاد أمام أي فريق بيقابل النادي الأهلي. فإن شاء الله بإذن الله النهاردة كل التوفيق للنادي الأهلي، ال11 اللي يكونوا متواجدين، مستر ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إدارته الفنية إن شاء الله على مدار التسعين دقيقة، ولاعبتنا منتظرين منها التركيز، الجدية، الحماس، وإن شاء الله بإذن الله توفيق ربنا يكون مع فريق النادي الأهلي. كالعادة أمير طبعا في فندق الإقامة هنا في الإسكندرية ببرج العرب، الأجواء الحمد لله طيبة جدا، الكل مركز في هذه المباراة، يعني أقدر أقول لك خلاص من لحظات بسيطة كان انتهى وجبة طبعا الغداء لفريق النادي الأهلي.
المحاضرة الفنية الأخيرة النهاردة هتكون في فندق الإقامة في تمام الساعة 7. أنت عارف يعني فندق الإقامة قريب جدا من استاد برج العرب، هي هتكون المحاضرة 20 دقيقة ومنها مباشرة استعدادا طبعا وتوجه مباشرة إلى استاد برج العرب اللي هيستقبل النهاردة هي مباراة المؤجلة من الجولة 18 من بطولة الدوري العام في تمام 9 مساء. إن شاء الله يا أمير بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا، محتاجين كالعادة الشراسة والقوة وشخصية النادي الأهلي والجمهور الدور الأهم والكبير جدا النهاردة في 90 دقيقة، بنأملها كالعادة هتاف تشجيع تحفيز وإن شاء الله يكون كل التوفيق معنا في هذه المباراة. إن شاء الله يا كريم، لكن خليني أسألك على بعض اللاعبين، يعني بالتحديد هل ممكن النهاردة نشوف أسماء ما شاركتش الفترة اللي فاتت من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، مثلا زي رأفت خليل اللي كان موجود مع المنتخب، عندك كمان علي عمر المهاجم شرقية ممكن يلعب ولا لا؟ هل ممكن نلاقي وجوه جديدة النهاردة ولا لسه شوية الأمور مش متضحة؟ لا يعني اقدر اقول لك يا امير من الوارد ان احنا نشوف عدد النهارده من اللاعبين على راسهم الحقيقه مصطفى شوبير، يعني مصطفى شوبير كمان النهارده يعني وجوده بقوه كبيره جدا النهارده، ممكن نشوف في حراسه مرمى النهارده للنادي الاهلي بعد اداء علي لطفي، وممكن الحقيقه يمكن علي لطفي خد فرصه كبيره جدا خلال الايام الماضيه، منتظرين النهارده ان شاء الله كمان نشوف مصطفى شوبير، محمد نصير ايضا كمان ممكن يبقى ليه دور كبير مميز، لاعب ممتاز الحقيقه بيلعب في منتصف الملعب حاجه رائعه ومميزه جدا، محمد احمد شرقيه، كل اللعيبه الحقيقه الوافدين اللي دخلوا طبعا اضافه على قائمه فريق النادي الاهلي فرصهم مهمه جدا، عشان كده احنا بنطالب لعيب شباب النادي الاهلي بالتركيز، الفرصه تجيلك لابد ان انت تكون مركز فيها بشكل كبير جدا، ظهورك مهم جدا ليك وكمان الحفاظ على تيشيرت النادي الاهلي ده امر مهم جدا، ودي الحقيقه المجهود الكبير اللي بيقوم بيه الكابتن سيد الكابتن سامي لاعبين الكبار في فريق النادي الاهلي، يمكن النهارده احنا بنخسر رامي ربيعه لحصول على ثلاث انذارات، محمد هاني وصلاح محسن للراحه والرؤيه الفنيه، لكن ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق النهارده مع فريق النادي الاهلي، يمكن الجو صعب شويه امير يعني درجه الحراره 30 الرطوبه تصل ل 65%، لكن بنامل ان شاء الله على موعد المباراه 9 مساء الجو يكون شوي عن هذا الامر، ويا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ان شاء الله الامور تبقى ايجابيه يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل القوات الاهلي من مقر اقامه الفريق في مدينه برج العرب، طمنا بشكل كبير جدا على الفرقه قبل ساعات قليله من انطلاق المباراه، وان شاء الله الاهلي يكون موفق النهارده. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نشوف ترند الاهلي وابرز الاخبار عن الفريق في مختلف الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا وبالتحديد قبل مباراه اليوم. نبتدي بيلا كوره وحسام على تويتر واللي بيقولوا عوده احمد عبد القادر وظهور محمد نصير، تشكيل الاهلي متوقع في مباراه الاسماعيلي طبقا لتوقع يلا كوره. في حراسه المرمى علي لطفي، في خط الدفاع محمد عبد المنعم ومحمد نصير ومحمود متولي، في نص الملعب محمد اشرف كريم فؤاد محمد محمود محمد فخري احمد عبد القادر زياد طارق وحسام حسن. خلينا نشوف التشكيل الاساسي هيكون ايه لما يعلن عنه الجهاز الفني. كوره بلس بيقول لك ان في تغيير في حراسه مرمى الاهلي امام الاسماعيلي، ولسه كريم برضو قايل لنا الكلام ده، زميلنا العزيز هناك في اسكندريه قال لنا ان بنسبه كبيره مصطفى شوبير هيلعب مكان علي لطفي، لان علي لطفي طبعا ادى اداء اكثر من رائع خلال الماتشات اللي فاتت وكان مميز جدا جدا جدا، فممكن يكون شوبير هياخد الفرصه شويه، الناس برضو تتفرج تبص وتقيم شوبير رغم ان كل التقييمات المبدئيه بخصوص مصطفى شوبير جيده جدا في الحقيقه لما شارك في بعض الفترات السابقه، فخلينا برضو نشوف ايه اللي هيحصل. المصري الرياضي وحسابهم على تويتر، 21 لاعبا يغيبون عن الاهلي امام الاسماعيلي قائمه بالكامل يفتقدها المارد الاحمر، حلو الخبر ده. تعال نبص كم الاسماء الكبيره والمؤثره جدا اللي بتغيب عن النادي الاهلي. محمد الشناوي ادي واحد، علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وليد سليمان، اليو ديانج، حمدي فتحي، افشه، تمام؟ دول للاستبعاد حتى نهاية الموسم واخدين راحة. كمان عمرو السولية، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، عمار حمدي، أكرم توفيق، ومحمود وحيد، بيرسي تاو، وميدو نبيل. هو ميدو نبيل بعيد ليه النهاردة؟ غريبة دي، مش عارف موجود ولا مش موجود. لا ده موجود يا جماعة في القائمة قدامي هو. ماشي. وأحمد حسن كوكا بخلاف محمد هاني وصلاح محسن. أنتوا متخيلين كم الأسماء المميزه جدا اللي موجوده اصلا في صفوف النادي الاهلي؟ في اسماء تقيله جدا ممكن تختلف على البعض وتتفق على البعض الاخر، لكن في اسماء من دول الجمهور كله مجمع على امكانياتهم مدى اهميتهم، في اسماء كتير منهم، فاكيد معظمهم اصلا غاب فترات كبيره جدا في الموسم، معظمهم عانى بشكل ملحوظ قوي بخصوص توالي المباريات وضغط المباريات وتلاحم المواسم وكل هذه الامور والاصابات وكلام من ده، فاحنا عندنا لعيبه
يعني احنا عندنا لعيبه كويسه، هل معنى كده ان الاهلي مش محتاج يجيب لعيبه؟ لا محتاج، لازم يجيب لعيبه يكون اضافه للناس او المجموعه المميزه اللي موجوده. واي فريق بطل دايما بينافس على اي بطوله، والاهلي بالتحديد بينافس على كل البطولات وبيبقى هدف اساسي ان هو يفوز بكل البطولات، لازم يكون عنده قائمه متكامله، وده اللي باذن الله هيحصل في الموسم الجديد. طيب خلينا نروح لخبر اخر من اليوم السابع وحسابهم الرسمي على فيسبوك، قال لك 120 مباراه جامعه الاهلي والاسماعيلي في الدوري قبل الصدام الليله. الاهلي فاز في 63، اسماعيلي فاز في 22، اتعادلوا في 35 ماتش، 179 هدف للاهلي 95 هدف للاسماعيلي. امتع مباراه بين الفرقتين طبعا طبعا، هي امتع مباراه ممكن تكون في تاريخ الدوري المصري، هي مباراه 4-4، واكبر فوز للاهلي على الاسماعيلي كان 8-0، واخر فوز للاهلي على الاسماعيلي في الدور الاول للدوري كان 4-0، وتعادل الفريقان في اخر مباراه جمعت بينهم بكاس الرابطه بنتيجه 1-1. بعض الاحصائيات المهمه يعني. تعالى بقى للخبر ده عشان هتسمعوا حاجات زي كده كتير قوي في الفتره دي، يعني خلاص الموسم بينتهي وكل فريق بيحضر نفسه الموسم الجديد، فالمفاوضات شغاله ما بين الانديه، ده امر اكيد يعني موجود، لكن في نفس الوقت في حاجات شويه بتبقى زياده عن اللزوم يعني. يعني مثلا هنا الوطن الرياضي بيقول لك ان الاهلي مع كامل احترامي طبعا للزملاء الاعزاء هناك، يعني الاهلي يعرض طاهر محمد طاهر للبيع، ما حصلش، وان فيوتشر وسيراميكا الاقرب، ممكن يكون في عروض لطاهر ممكن، لكن الاهلي ما عرضش طاهر للبيع خالص. بالمناسبه الناس ناسيه شويه ان الفتره الاخيره قبل ما طاهر يتصاب على طول كان هو ابرز لاعب في الفريق وعمل مباريات مميزه جدا ولعيب جيد، ما قدمش كل المطلوب منه او ما قدمش كل المتوقع منه، لكن لعيب جيد. فحته ان الاهلي عرضه للبيع وكلام من ده كلام مش حقيقي بالمره، لكن وارد ان يكون عنده عروض، ساعتها بقى يبقى في تقييم هل ممكن طاهر يخرج ما يخرجش، دي حاجه بقى تتعلق بالاداره الفنيه في النادي، يعني الناس المسؤولين الجهاز الفني كلام من ده. فده بخصوص يعني ترند الاهلي، ودي اهم الاخبار والتفاصيل على السوشيال ميديا. خلينا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل. الترند المحلي واخر الاخبار المحليه نشوفها دلوقتي من خلال الحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا، ونبتدي بالوطن الرياضي. حسابهم على فيسبوك بيتكلموا على ان في مصدر قال لهم ان ضم محمد صلاح لمعسكر سبتمبر من عدمه بيد فيتوريا. مش هبقى الاقي سبب او مش هلاقي سبب ان صلاح ما ينضمش، يعني ما ينضمش ليه؟ لا اكيد صلاح اكيد عايز ينضم، لكن لو في مثلا وجهه نظر ثانيه مثلا راحه اللاعب كلام من ده ممكن يتم التنسيق بخصوصها. لكن مهم قوي ان صلاح يبقى موجود في اول معسكر للراجل الجديد اللي هو فيتوريا، بدوافع جديده بروح جديده للمنتخب باذن الله، وده كابتن منتخب مصر ولاعب من افضل اللاعبين في العالم، فاكيد محتاجينه في المعسكر ده. ما اعرفش ممكن تكون ايه الاسباب اللي تخلي صلاح ما يجيش، مش صلاح نفسه او ممكن تخلي يعني الناس تقول مش مهم صلاح يجي الفتره دي، مش لاقي سبب يعني من وجهه نظري، لكن خلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل يعني. كمان حساب بطولات على تويتر بيقول ان منتخب جنوب افريقيا اعلن ان مصر طلبت مواجهته في مباراه وديه. ماشي يعني اتمنى ان تكون الاحتكاكات اقوى من كده شويه، بس اتفهم قوي لو عايزين نبتدي الاحتكاكات دي بشكل تدريجي، ان انت تلعب مع منتخب مع كامل احترامي ليه زي منتخب جنوب افريقيا، مش برده مش هو افضل منتخب يعني او مش المنتخب القوي جدا، لكن بشكل تدريجي مع مدرب جديد الامر ده مقبول بشكل كبير، لكن مهم يكون في احتكاكات اكبر من كده زي ما كنا سامعين الارجنتين واتلغى بلجيكا الكلام من ده، هيبقى مفيد جدا بالنسبه لنا في الحقيقه. طيب نروح لحساب في الجول على تويتر، واللي بيقول تصريحات معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه من خلال قناه اون تايم سبورتس، وقال ظاهره صحيه ان يتولى الدوري المصري رابطه المحترفين، اتحاد الكره سيتفرغ لاداره المنتخبات وللشرف عليها، وهي طبعا ظاهره صحيه جدا بصراحه، يعني ان رابطه الانديه المحترفه هي اللي تبقى متوليه الدوري وكل هذه الامور، دي حاجه ايجابيه، الناس رابطة أندية محترفة، ناس تقدر إن هي تطور، شفنا إن هم السنة دي عاملين شغل كويس جدا بصراحة. اتحاد الكرة مثلا لو لجنة الحكام هي اللي موجودة في اتحاد الكرة فهي أكتر حاجة شفنا منها مشاكل. فحلو قوي إن اتحاد الكرة فعلا يتفرغ للمنتخبات، ده دوره. فنتمنى لهم التوفيق بكل الأحوال يعني. الراجل فيتوريا بقى مدربنا الجديد مدرب منتخبنا الوطني من خلال الوطن الرياضي نشر صوره في الاهرامات وزياره بالنسبه له، اكيد اي حد يجي مصر لازم يروح الاهرامات ويستمتع بالاهرامات وجمال بلدنا وحلاوه بلدنا، ف
فبالتالي اتبسط يا عم فيتوريا وظبط الدنيا كده عشان تخش بقى على التقيل وعلى الشغل الجامد قوي، وان شاء الله تكون موفق معانا، خصوصا في ظل حاله التفاؤل الموجوده في الشارع الرياضي المصري بخصوص نجاح المدرب ده معانا باذن الله تعالى. طيب كره 11 وحسابهم على فيسبوك قالوا ان اشرف صبحي او دكتور اشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضه قال نحترم رموزنا، وفي الحقيقه تصريح مقتضب لكن مهم قوي قوي قوي. نحترم رموزنا، نحب او نحب كل رمز قدم لنا من او في المجال الرياضي، ولن يصح الا الصحيح. ولن يصح الا الصحيح، دي تصريحات مين؟ الدكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه. طيب خلينا نروح لخبر اخر، وده من حساب بطولات واللي بتوضح ان كيف يفكر كلاتنبرج في ملف اختيار الحكام لاداره المباريات. فبالتالي بيتكلموا على ان كلاتنبرج استقر على تعيين مساعد مصري ليه مع بدايه الموسم الجديد لتولي عدد او عده مهام على راسها ملف تعيين اطقم الحكام للمباريات. وطبقا للي بطولات بيقولوه يعني ان كلاتنبرج سيستكمل هذا الموسم بشكل طبيعي في مساله تولي التعيينات بمساعده اعضاء اللجنه، ولكنه قرر تعيين مساعد مصري لتولي هذا الملف بداية من الموسم المقبل. ويرغب كلاتنبرج في التفرغ للشؤون الإدارية الخاصة بلجنة الحكام ووضع السياسة العامة للارتقاء بالمستوى على أن يكون هناك لجنة خاصة بالتعيينات. ما عنديش مشكلة، المهم أن يتحقق إيه اللي هو موضوع الارتقاء بالمستوى ده، دي أهم حاجة بالنسبة لنا. كلاتنبرج بقى يعملها ازاي، يجيب حد يعين الحكام، حد ما يعينش هو اللي يتصرف، كلام من ده. المهم ان انا احس ان في ارتقاء بمستوى الحكام، وده الهدف الاساسي من قدوم كلاتنبرج. واحنا لسه مع كلاتنبرج لكن المره دي من خلال نفس الحساب، حساب بطولات على تويتر، واللي بيقول ان اتحاد الكره يستبعد وجيه احمد وعزب حجاج من قائمه المرشحين لمعاونه كلاتنبرج. وهو في اسماء معينه هي المرشحه مش هنقولها دلوقتي، لكن في كل الاحوال أسماء جيدة إن شاء الله يكونوا موفقين في حالة الاستقرار عليهم بشكل نهائي. ده بخصوص الترند المحلي. تعالوا نشوف عالميا أهم وأبرز الأخبار، ونبتدي بنجمنا المصري محمد صلاح من خلال حساب ليفربول على تويتر، واللي نقل تصريحات لمحمد صلاح واللي قال فيها لم أقل قبل الموسم أهداف الفردية، لكن الألقاب الجماعية الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال يجب أن يكون كذلك. وأوضح المحترف المصري محمد صلاح كان هناك أو كان هذا هدفي الموسم الماضي، وسأعود مرة أخرى حتى أفوز بكليهما مرة ثانية. ولدى سؤال عن الكأس التي يرغب في الفوز بها أكثر، فصلاح قال أنا نفسي أخذ الدوري الإنجليزي أكثر من دوري الأبطال. يعني ده بخصوص تصريحات محمد صلاح. نروح بقى ليورجن كلوب المدير الفني ليفربول، واللي اكيد مش مبسوط بالمستوى اللي ابتدى بيه ليفربول او بالنتائج بالتحديد في بطوله الدوري. المباراه بكره هتبقى مباراه مهمه قوي بالنسبه له قدام مانشستر يونايتد. فيورجن كلوب قال ان هو بيطالب باحتساب مواجهه مانشستر يونايتد لصالح ليفربول. امل الا تحدث مظاهرات تؤثر على اقامه المباراه، ولكن اذا حدث ذلك فيجب ان نحصل على النقاط الثلاثه، في اشاره لغضب الجماهير مانشستر يونايتد، الغضب العارم على الاداره بعد المستوى والخسائر المتتاليه في بدايه الموسم وعدم التدعيمات الجيده، رغم ان خلاص تم التعاقد مع كاسيميرو، لكن البدايه طبعا سيئه قوي قوي لمانشستر يونايتد. فبالتالي جمهور ليفربول كان يقال ان هيبقى في مظاهرات اعتراضا على الاداره الحاليه لنادي مانشستر يونايتد، فالراجل يورجن كلوب قال لك يا جماعه لو في مظاهرات والماتش اتلغى المفروض ناخد النقاط الثلاثه بتاعت الماتش، يعني ده اللي هو بيامل حدوثه. يعني اخر خبر معانا في الترند العالمي، وده جول حساب جول على تويتر، تقرير كشف ان اداره باريس سان جيرمان تتحدى غرفه خلع الملابس لانها الموسم لانهاء الموسم بدون او دون هزيمه في الدوري الفرنسي، في انجاز مشابه لما قدمه ارسنال في الدوري الانجليزي او نادي يوفنتوس في الدوري الايطالي. وانا بعتقد ان ده صعب خصوصا في ظل المشاكل الموجوده حاليا ما بين نيمار وايضا كيليان امبابي اللاعب اللي جدد تعاقده وخد قرار في وجهه نظري ووجهه نظر الكثيرين قرار غير ايجابي اطلاقا في صالحه. ده بخصوص الترند العالمي. تعالوا نشوف تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه وتوقعاتكم لنتيجه المباراه ما بين الاهلي والاسماعيلي النهارده، وكمان توقعاتكم مين اللي يجيب الاهداف. نبتدي بمحمد حشيش واللي قال ان شاء الله الاهلي يفوز والاهم ان نستفيد من المباراه ان شاء الله باذن الله، وهو دي الاهداف اللي انا كنت بتكلم عليها في البدايه.
زياد عمرو قال 4-0 للاهلي ان شاء الله، هاتريك حسام حسن وجول لزياد طارق باذن الله. ماشي، ناخد كمان فتحي عبد المنعم قال فوز الاهلي على الاسماعيلي ان شاء الله 3-1. اوكي، ندخل على اللي بعده. ابو يوسف قال لك فوز الاهلي باذن الله 2-0 وحسام حسن وزياد طارق اللي يحرزوا الاهداف. كمان احمد جويلي قال ان شاء الله فوز الاهلي زياد طارق واحمد عبد القادر. كمان خلينا ناخد احمد توفيق باذن الله تعالى ان الاهلي يفوز 3-0 ان شاء الله باذن الله. كمان حسن ماهر قال 3-0 الاهلي باذن الله، عبد القادر وزياد طارق وحسام حسن. اخر تعليقين معانا. محمد جمال ان شاء الله الاهلي هيكسب النهارده 2-0 زياد طارق واحمد عبد القادر. واخيرا الحاج محمود شرقاوي، مساء الخير عليك، مساء الفل عليك يا حاج، ان شاء الله تعالى الاهلي 2-0 عبد المنعم وعبد القادر ان شاء الله باذن الله الاهلي يكون موفق. انا عاجبني قوي ثقه الجماهير في الفرقه، حتى لو احنا مش في افضل حالاتنا والامور ماشيه بشكل معاكس شويه مع النادي الاهلي، لكن دايما الثقه بتبقى موجوده، وهو ده دور جمهور النادي الاهلي اللي احنا دايما بنتكلم عليه. دي كانت تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقه، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، فاستنونا. الى اللقاء.